السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية الدراسة المسائية. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة محاضرات العملي وهي محاضرة الثامنة Lecture 8. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن موضوع المتجهات وعرفنا كيفية تمثيل المتجهات باستخدام برنامج MATLAB. محاضرتنا لهذا اليوم هي الماتريسز المصفوفات. الماتريسز المصفوفات تعريف لمفهوم المصفوفة. المصفوفة an M by N matrix A. المصفوفة M في N is a rectangular array. هو يعتبر صفيف مستطيل of M N real numbers. هو صفيف مستطيل من M N من الأعداد الحقيقية arranged in M horizontal rows. هذه طبعا مرتبة بشكل صفوف أفقية M من الصفوف and N vertical columns و N من الأعمدة العمودية. طبعا هذه الشكل هذا أمامكم هو يمثل مصفوفة. طبعا المصفوفة لازم ننطيها اسم، هنا سميناها أي. عناصرها طبعا كما تلاحظون انه عناصر هذه المصفوفة، فاحنا قلنا المصفوفة أي هي N M في N M في N. الM هو يمثل عدد الصفوف الM، والN هو يمثل عدد الأعمدة. The i-th row of A، الصف اللي نسميه الآيث، هذه يعني in general DHSN is، هو هذا الشكل راح يمثل اللي هو الصف آيث. يعني مثلا إذا أردنا مثلا الصف الأول من الماتريكس A راح يصير هنا عندنا، يعني راح يصير first row الصف الأول. فهذا التعبير هو تعبير in general بشكل عام. أما مثلا إحنا نجي نريد مثلا نعبر عن الصف الأول، راح نقول first row of A is، بدأ الآي راح يصير عندي شنو هان هناك first، مو راح الآي يصير واحد، فيصير A11 A12 إلى A1N. طبعا هو هنا محدد لنا الآي هو أكبر أو يساوي واحد، يعني القيم اللي تاخذها الآي أكبر أو يساوي واحد، أقل أو يساوي M، باعتبار أني عندي شقد M من الصفوف. كذلك بالنسبة للكولوم يعني الأعمدة، the jth column of A is يعبر عنه بهذا الشكل. فلما مثلا نقول second column of matrix A، يعني بدال الجيش نخلي هنا نخلي اثنين، فراح يصير A12 A22 إلى AM2. طبعا الجي هي أكبر أو يساوي واحد، أقل أو يساوي N، باعتبار أنه عدد الأعمدة اللي عندي هي شنو N من الأعمدة. بالنسبة للمصفوفة آنفة الذكر المصفوفة أي. فإذا هذه هي يعني تعابير بشكل عام، يعني شلون نقول الصف آيف معناها انه يعبر عن الصفوف جميعها، يعني تعبير in general بشكل عام. اما اذا احنا بعدين مثلا نريد نحدد مثلا الفيرست رو او السكند رو او الثيرد رو وهكذا، فاكيد راح يختلف هنا عندنا الترميز طبقا للرو اللي اختارينا. وكذلك هذا يعتبر تعبير عام عن الكولوم العمد، وأيضا يختلف باختلاف اختيارنا للجي. طبعا هذه كلها هي ترميزات وتعاريف أولية. ريمارك ملاحظة، we shall say that A is M by N matrix. طبعا هنا راح نقول انه we shall say that، راح نقول انه المصفوفة A
هي ام في ان ماتريكس. اف اذا الام ساوان للان، يعني اذا ساوى عدد الصفوف عدد الاعمده، وي سي ذات راح نقول انه الاي is a square matrix، راح اقول عليها مصفوفة مربعة of order من يا رتبة من الرتبة n، and that the numbers الـ و احنا اعدادها هي a11 a12 a22 الى a nn from the main diagonal of a. يعني هنا ده يعرفني انه السكوير ماتريكس، هذه السكوير ماتريكس هي الماتريكس اللي يكون بها عدد الأعمدة يساوينا عدد الصفوف. يعني إذا ساوى عدد الصفوف مع عدد الأعمدة راح نقول على الماتريكس شنو؟ سكوير ماتريكس. وراح نقول الأوردر الرتبة مالتها شنو؟ N. طبعا الأعداد هذه A2 A11 A22 إلى A NN، هذه بالسكوير ماتريكس، هذا راح أسميه المين دايجونال، يعني هذا القطر الرئيسي، هذه العناصر تمثل القطر الرئيسي للماتريكس A. We refer to the numbers الـ A IJ، نعود إلى هذا العدد الـ A IJ which is the, in the I-th row and J-th column of a matrix. يعني هذا العدد، هذا العدد اللي هو الاندكس ماله، الدليل ماله اي جي. الاي هنا يشير لمن؟ للرو. والجي يشير لمن؟ للكولوم. يعني العدد الاول يشير للصف والعدد الثاني يشير للعمود. هذا اي جي اي اي جي element of a or the IJ entry of A. And we often written as وأحيانا احنا نكتب الماتريكس بهذا الشكل، يعني للاختصار تكتب بهذا الشكل. عندنا الآن example، هذا الاكزامبل طبعا ان هاي ماتريكس B اللي هي عناصرها الواحد ثلاثة والخمسة والصفر، هذه تعتبر 2 by 2 matrix، يعني هذه طبيعي انه الماتريكس اللي امامنا هي 2 by 2 لان بها صفين وعمودين. قلنا هذه العدد الاول يشير لعدد الصفوف والعدد الثاني يشير لعدد الاعمدة. طبعا هنا نلاحظ انه الصفوف يساوي لنا الاعمدة، فاذا البي هي شنو؟ سكوير ماتريكس، اللي هي مصفوفة مربعة، هذه مصفوفة مربعة. ليش؟ لأن عدد الصفوف يساوينا عدد الأعمدة، والأوردر مالتها هو 2. بالنسبة للمصفوفة سي اللي هي هاي عناصرها، طبعا هي من كم صف؟ من 3 صفوف وعمودين. هذه الماتريكس السايز مالتها، السايز مالتها 3 by 2. ليش 3؟ لان بيها 3 صفوف. ليش 2؟ لان بيها عمودين.